الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. هذه الآيات من سورة الأنبياء تحكي قصة نبي من الأنبياء، وهو أول نبي وأول رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول رسول بعثه الله نوح. وكذلك قال الله جل وعلا في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يبقى أول حاجة نوح، وبعد ذاك النبيين من بعده. الله قال: ونوحا إذ نادى من قبل. من نادى؟ نوح عليه الصلاة والسلام. الجواب في سورة القمر، ربنا قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. يبقى نوح نادى منه يا جماعة؟ نادى الله، مش كده؟ أس الصوفية ديل حميدة ده بيجاء الدرويش ده، والصوفية الدراويش، دي الكتب، الكتب راكدة قدامي هنا. لو في أي صوفي برا الكلام ده ما مقتنع به. الصوفية ده اللي بينادوا الشيوخ بتاعهم، بينادي شيوخهم: هيا أبو التايا وحامد بعصايا. ده البرعي، ده اللي بيقولوا والي في البلد دي. قال: حامد بعصايا تزيل الحصايا وامرات كلايا. ده البرعي الصوفي الضال المجرم، المعتبرين انه هنا في البلد دي ولي كبير، ومدينه 4 شهادات بتاع الدكتوراه من الجامعات. عشان تعرف البلد دي واصله وين من الضلال والكفر، وبلد فيها الصوفيه، بلد مرتفعين فيها اهل الشرك والضلال، ما ممكن تمشي قدام اصلا، ما ممكن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لمن يكون في مؤمنين، لمن يكون في ناس مؤمنين الله بينصرهم، لكن مع المشركين، مع الكفرة، مع عباد القبور، مع من يعتقدون في الأموات، ما بتلقى نصر أصلا، الله ما بينصرك. عشان كده ربنا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله قال: ولينصرن الله من ينصره. نوحا إذ نادى من قبل، نوح نادى الله سبحانه وتعالى، كويس. والأنبياء دل كلهم نادوا الله، ما في نبي نادى لشيخ، كلهم كان بينادوا الله. أديك الآيات من سورة الأنبياء، تمش قدام الصفحة الثانية. الله قال: وأيوب إذ نادى ربه. كده تركز مع القرآن ده، شغل عقلك، لو صوفي ذاته شغل عقلك، شوف القرآن ده بوريك هل العقيدة عقيدة المسلم دي عقيدة الصوفية ولا عقيدة الوهابية كما يقولون العقيدة ياتا. وإحنا ما تابعين لمحمد عبد الوهاب، ولا عندنا جماعة، ولا بندعوك إنك تخش لنا في حزب، دارين إنك تكون مسلم كده وتكون موحد، تعبد الله براو وتكفر بالصوفية. فهمت كلامي؟ ده الدين اللي بندعوك له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وأيوب إذ نادى، نادى منه ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله قال: فاستجبنا له. الله بيستجيب لك، أنت لما تنادي الله، الله بيستجيب لك، لأنه الله وعدك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله قال: وقال ربكم، ده ربكم أنتم ورب المخلوقين ده كلهم، الله قال: ادعوني أستجب لكم. الموضوع ده بسيط، الموضوع ده ما صعب، انك تنادي الله براو ده ما حاجه صعبه،
لكن الصوفية مصعبيننا، الصوفية ديل مصعبيننا، عشان كده بتلقى ما بينادوا الله. عين فوق نادي أهل الزوق، وعين تحت نادي بمسك، عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الهمام، يلفوق قوام. والله بتنادي بهات اتجاه انت، الله بتنادي متين بهات اتجاه كويس. عشان كده ربنا وعدك بالإجابة، الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أخي الله قريب، الله سميع. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآيات البعدة ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة ذنون، وهو يونس بن متى. قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون لمن خرج من قومه وكان في السفينة، استهموا على السفينة، كانت هذه السفينة يعني كانت أن تغرق، فاستهموا إنه ينزل زول، استهموا والقرعة وقعت في شنو؟ في ذنون عليه الصلاة والسلام. تاني عادوها، تاني وقعت فيه، عادوها المرة الثالثة برضو وقعت عليه، رموه في البحر، رموه التغمه الحوت، فالتغمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. جوا الحوت ده كان بيقول شنو؟ الله قال ليك كده، الله وراك كان بيقول شنو. الله قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ظلمات ثلاث، ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ولكن في ذاك الوقت في هذه الساعة في هذا الكرب لا يستجيب إلا الله، لا ينفع إلا الله، لا ينجي إلا الله. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى الله، الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في الكرب ده لما تنادي الله، الله بيستجيب لك. عشان كده العلماء قالوا من أسباب الاستجابة أن تدعو الله في الكرب. الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله مع الله يا برعي، برعي قال إنا بخب في البلاد نزيل. نقول منه لو حصلت مصيبة؟ قال قل يا ولي الله إسماعيل. بعدين انت واحد من اثنين، لو صوفي قاعد هنا بتسمع وده تعرف الحق، واحد من اثنين، يا أما تكون مع البرع يا مع الله، ما عندك خيار. يا أما تكون مع البرع وتنادي إسماعيل تسمع كلامه، يا تسمع كلام الله في القرآن وتنادي ربنا سبحانه وتعالى السميع القريب المجيب. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم. يا صوفية يا درويش، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يرسل الرياح بشرا، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض
الغيب إلا الله، إلا الله، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ده الدين بتاع ربنا سبحانه وتعالى، دي العقيدة بتاعت المسلم، إنه إذا زنك إذا اضطريت تسأل ربنا سبحانه وتعالى إن كنت تؤمن بالله، وإن كنت مصدقا لرسول الله، وإن كنت آمنت بما أنزل الله، تسأل الله والله المجيب والله القادر والله القوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ده ديننا ودي عقيدتنا اللي بنطعم بيها في عقيدة الصوفية، ده القرآن اللي بننزل على الصوفية وبننزل على القباب دي، بينزلها في الواطاء بكسرها. ربنا قال في القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، خليك من الدراويش دل، خليك من البرعي وحمادة وغيره، الله قال على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عشان كده شغل عقلك، شغل عقلك انت كصوفي، اعرف انه الدين ده ما دين الله ولا دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرضه ابن عباس على الحمار، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ما قال له ناديني أنا يا جماعة، كان بيجوز الدعاء طالع محمد المنتصر في التلفزيون وطالع مين من الدراويش وكلهم ما بيجوا. نتحدى محمد المنتصر الإزارق ولا الإحامر، نتحدى البرعي، نتحدى أي درويش في البلد دي. تعال اعمل معانا مناظرة، تعال اتحداك، تعال تعال بالآيات والقرآن الكريم. تعال قبل اللي قلت لي درويش هناك، درويش صوفي تجاني في السوق، في السوق المركزي، عامل لي حلقة، قال نحن قال دايرنا قال بتحدانا، ونحن قاعدين طبعا عشان نكشفه، قال اللي بتحدانا قال نحن يا علم نجيب يا عكاز غليد. قلت له انا جايك علم نجيب، تعال انزل معاي قرآن بس، تعال خش كويس. دفروني برا الصوفية ما بليد، ما انت ما قلت علم نجيب، تعال انزل، تعال نشوف الحق مع منه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا جماعة زول زي الختمية ديل زي الصوفية، زول بيقول لك نحن بنينا السماء، ده معقول يكون على حد؟ محمد عثمان المرغني، أنا ما أعرف الكتاب فيه، دي كتب الختمية، ده كتاب الختمية كويس، ده هنا في الكتاب ده قال أنا عرشها. شغل راسك يا صوفي، شغل عقلك شوية عشان تعرف الحق وين. قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. رأيكم شنو يا مسلمين في الكلام ده؟ لو صوفي ذاته انت رأيك شنو في الكلام ده؟ قال لك بنى السماء. كلام ده عنده علاقة مع القرآن؟ كده نقرأ القرآن، الله قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ده منو؟ ده الله ولا المرغني؟ ها؟ الله قال: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم. صوفي يشربوا الموية دي يمرقهم؟ لا، يمرق عليهم الله بعد يمشوا للشيخ. تلحقنا وتفزعنا ونحن في حواك ونحن جايين من بعيد. يا زول الموية دي طلع عليك الشيخ؟ المويه دي من الوطا مرق الشيخ؟ ها؟ شغل راسك شويه، ده مخلوق يا اخي. ربنا قال: ان الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات ولا احياء. القبب دي فيها ناس حيين جوا؟ ها؟ الله قال: وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه؟ شيخ حصل فرفر؟ في شيخ من شيوخ الصوفية ده الفرفر في القبة دي تحت؟ ها؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ عشان كده ربنا قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، البناد واحد، واللي بيعلم الغيب واحد،
والبينفع والبضر واحد، والقادر واحد، والقوي واحد، هو الله رب العالمين. والصوفية ما عندهم حاجة، البرعي ما عنده حاجة، كباشي ما عنده حاجة، المكاشي ما عنده شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. ده تكبر. الشغل بتاع الصوفية ده شغل بتاع تكبر. تجي تكلم الناس تقول لهم الله واحد، بيقوم صوفي زي البليد اللي جينا الصباح ده، أو عكاز غليد. انت ده موضوعك يعني؟ انت قال الدق ده بيغلب زول ولا شنو؟ ما بيغلبنا والله، احنا مارقين له، مارقين عادين للدق وللموت، وعارفين الموضوع ده فيه موت. نحن عارفين تماما انه قبلنا في رسل ماتوا. الله قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. النصر جاي ان شاء الله، والتوحيد بيرتفع ان شاء الله. ولا يعلو الا الله، ولا يرتفع في هذه الارض الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به أهل الإيمان، وذلا يذل الله به أهل الشرك. دال بيذلوا، دال بيذلوا، والنصر قريب. الله قال ألا إن نصر الله قريب. يقول لي صوفية، صوفية بتاع شنو يا زول؟ قال لك أعمل طريقة منين أنت؟ تعال هنا أي درويش صوفي تعال. قال لك أعمل طريق منه؟ الله قال اعمل طريق. كذبت ايش القران ده؟ ما قالوا بيحفظوا القران. مرات بيجيك زول مسكين ما فاهم، يقول لك الناس دي فتحوا خلاوي وحفظوا القران. ده قران؟ ده قران؟ ده قران اسي؟ ده قران يا اخي؟ يا اخي ده هنا في الكتاب ده قال ده محمد عثمان المرغني الختم بتاع بحري ده، قال الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا. قال ماسك الكون ده كده في يده. ده قران اسي؟ ها؟ دهت قرآن، دهت قرآن. الله قال ولله سورة، دي سورة آل عمران. الله قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فدل ما عندهم علاقة أصلا بالقرآن، وما عندهم علاقة بالدين كويس. فدل ما عندهم علاقة بالقرآن ولا عندهم علاقة بالدين. ونحن والله جينا هنا ننصحك لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. دليل الناس تمسك في الله وتوحد الله ويمتنع وتحارب وتبارز هذا الشرك وهؤلاء الصوفية بالعداء، كما كان يفعل أئمتنا وكما كان يفعل الأنبياء من قبلنا. الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ده إبراهيم. وبدا بيننا وبينكم العداوة. بدا دي تعرف معناها شنو؟ معناها ظهر يعني. العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وده موضوعنا مع الصوفية الآن. بدا بيننا وبينكم يا صوفية، يا ختمية، يا قادرية، يا تجانية، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لخاي حتى تؤمنوا بالله وتخلوا البرعي وتخلوا المرغني وتخلوا الكباسي وتخلوا صايم ديما حتى تؤمنوا بالله وحده. ما امنتوا العداوه دي لغايه ما نخش القبر بتكون معاكم ان شاء الله. واسوتنا في ذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام. الله قال ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين. جزاكم الله خير. وانا اقدم اخونا الفاضل اخونا عبد الباقي فليتفضل.